عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم نشرة الأخبار. أشاد صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بما وصلت إليه قوة دفاع البحرين من جاهزية وكفاءة عالية على كافة المستويات عكست ما تحظى به من اهتمام ورعاية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، باعتبار هذا الصرح الحصن المنيع الذي يذود عن حمى هذا الوطن وحفظ مكتسباته وإنجازاته. جاء ذلك لدى حضور ورعاية سموه حفظه الله مساء اليوم حفل ختام الأنشطة الرمضانية للحرس الملكي. فلدى وصول سموه يرافقه نجله الملازم أول سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة معسكر الحرس الملكي، كان في الاستقبال سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، والعميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي، والرائد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة التدخل السريع، وعدد من كبار ضباط الوحدة. حيث أشاد سموه باهتمام العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي بالتطوير والتحديث، خاصة ما يتصل بها بالأنشطة المرتبطة بزيادة اللياقة البدنية التي تمثل الأنشطة الرمضانية السنوية جانبا منها، وتشهد مشاركة كبيرة من كافة منتسبي الحرس الملكي. شاكرا سموه العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي وجميع ضباط وضباط صف وجنود الحرس الملكي لما يقومون به من واجبات وطنية سامية لحمل الأمانة بكل ولاء وإخلاص، مشيدا سموه بما يتمتعون به من لياقة بدنية مميزة وروح معنوية عالية. وأكد سموه أن قوة دفاع البحرين تحرص دائما على مثل هذه المسابقات الرياضية التي ترفع من مستوى اللياقة البدنية وروح المنافسة بعزيمة عالية. سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، سعادة رئيس هيئة الأركان، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمي وباسم جميع منتسبي الحرس الملكي نرحب بكم في هذه الليلة المباركة، والتواجد معنا هو دليل على متابعتكم وعلى قيادتكم لأفرادكم وضباطكم الأبطال. وأشاد سموه بالنتائج المشرفة التي حققتها قوة دفاع البحرين في المحافل الرياضية والإقليمية والعالمية، ورفعت خلالها اسم مملكة البحرين عاليا بين دول العالم والتي ترفدها مثل هذه الأنشطة المستمرة. وقد ألقى العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي كلمة رحب فيها بصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وأعرب فيها عن شكره وتقديره على رعايته حفل ختام الأنشطة الرمضانية للحرس الملكي، مشيرا سموه إلى أهداف هذه الأنشطة الرامية إلى التقاء جميع منتسبي الحرس الملكي وإذكاء روح المنافسة فيما بينهم للوصول إلى الأهداف المرجوة منها. بعدها شهد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء منافسات اليوم الختامي لمسابقات الحرس الملكي التي تهدف إلى رفع الكفاءة العسكرية واللياقة البدنية وروح المنافسة الشريفة، وتؤكد ما يتسم به منتسبو الحرس الملكي من كفاءة وجاهزية ولياقة بدنية عالية. وفي ختام المسابقات تشرف الفائزون باستلام جوائزهم من لدن سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حيث هنأهم سموه متمنيا لهم التوفيق والنجاح. ثم قدمت هدية تذكارية لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من قبل العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي.